كنا في قرب ايدول احنا معدينا المرحله الثالثه. بعد كده المفروض محدش لسه عارف احنا طالعين مباشر ولا لا. يعني يوم المرحله الثالثه ده احنا بنغني وبننزل من على الستيج. المفروض تاني يوم بنقعد مع لجنه التحكيم بيقولوا لنا انتوا طالعين مباشر ولا لا. ففي نفس اليوم بنخلص الغنى في المرحله الثالثه بياخدونا على المكاتب جوه اللي هي فيها الاداره، بيمضونا على العقد. اللي عايز يمضي العقد هيكمل ويطلع المباشر، واللي مش عايز يمضي خلاص مع السلامه من البرنامج. فهم يظبطوها بقى في المونتاج وهكذا. فطبعا فانتي مفروض عليك ان انتي في 48 ورقه قدامك تقريبا، يعني مش فاكره العدد بالظبط بس هو كان في نفس الحدود 42 او 48 ورقه. فانتي بتمضي عليهم واحده واحده، في مليانين طبعا بنود قد كده اللي ليكي واللي عليكي. ففي ناس بتمضي عليهم عشان خلاص احنا عايزين نكمل في البرنامج وخلاص مش فارق معاهم يبص في العقد كويس قوي. وفي ناس مثلا اللي زي كده قاعد تقرا في ساعتين ثلاثه. لما قريتي بقى لقيت ان في يعني انتي عليكي اكتر ما ليكي. يعني انتي المفروض ان انتي مثلا لو في حاله ان انتي بقيتي الارب ايدول او كسبتي يعني البرنامج، مع اول البوم كانوا حاطين مثلا ربح ليكي حوالي 15000 درهم، اللي هو فيما يساوي يعني 30000 جنيه. لا انتاجهم هم، بس هو بيقول لك يعني في حاله ان احنا شايفينك ان انت ربح لينا بيعملوا لك البوم او بيعملوا لك اغاني وهكذا. لو مش شايفين ان انت ربح لهم هو اكيد لازم بعد ما تخرجي يعملوا لك اغنيه، بس بعد كده هيعملوا ايه الله اعلم. ممكن يقعدوكي لو كسبوا منك اكيد هيخليكي تكملي، لو ما كسبوش منك ممكن يركنوكي بقى سنه 2 3 10 الله اعلم. بس احنا قالوا لنا من حقنا الناس اللي خرجت ما كملتش، كانت من 26 متسابق، من حقهم ان هم يفسخوا بس. فاحنا بعتنا لهم على اساس ان هم يبعتوا لنا الريليز بتاع العقد، بس لسه ما فيش رد. يعني زي ما فيها سلبيات فيها مميزات طبعا، ان هي وصلتني لعدد معين من الناس. ما بقولش ان انا وصلت لكل الناس بس وصلت لعدد معين يمكن انا شايفاه كويس، بس طبعا كان نفسي ان انا اوصل لبعد كده، بس يعني الحمد لله كان نصيب. انا الصراحه ما كنتش مصدقه حتى ان انا ممكن اخرج من مرحله زي دي، لان كل واحد يعني رحم الله امرئ عارفه قدر نفسه. كل واحد بيبقى عارف قدرات صوته ورايحه فين، وعارف ان هو يقدر ان هو يتخطى المرحلة دي ولا لا. بس هرجع اقول كل نصيب وربنا كاتب كده، وانا ما كنتش متوقعة طبعا اللي حصل معايا تماما. هي كانت غلطة غير مقصودة او ايا كانت، فكانت سبب في خروجي من البرنامج. وبرضو برجع اقول الحمد لله اديني اهو موجودة، وبرضو سببت لي شهرة نوعا ما. ابتديت اشتغل على اساسها يعني. والله حسن يعني كشغل حد مميز، والمزيكا بتاعته ما شاء الله حلوه. هو في البرنامج هما بيتعاملوا معانا على اساس ان احنا متسابقين، يمكن عشان كنا في المراحل الاولانيه من اللايف هما بيبتدوا يقربوا شويه من المتسابقين اللي في الاخر. بس برضو تبقى العلاقه يعني مش زي البرامج التانيه. في برامج تانيه المدربين بيقعدوا مع المتسابقين ويدوهم نصايح ويتعاملوا معاهم وهكذا، احنا ما بنشوفش لجنه التحكيم غير وهم داخلين على الستيج وفي الكواليس بس. بعد كده ما بيقعدوش معانا ولا بنشوف اي حاجه خالص، مجرد علاقه سطحيه يعني. ده انا بتكلم بالنسبه لما كنا 26 واحد. انا ما شفتش اللي بعد كده طبعا فما اقدرش ان انا افتي. كان حسن كحد بيبدي رايه مثلا في برنامج، هو فاهم موسيقى كويس وبيعرف يدي رايه على اساس صح برضو، وتعليقاته بتبقى في محلها. كان كويس معايا يعني الصراحه، كان كل مرحله كان دايما كومنتاته لطيفه يعني. ما كنتش بسمع منه مثلا كومنت مش لطيف بالنسبه لي، فانا كنت كشخص كنت بحترمه جدا وبعزه جدا يعني. كانت احلام مثلا في المرحله الثانيه كانت قامت وصرخت وقالت لي انت من اجمل الاصوات في البرنامج، ونزلت حضنتني في الكواليس وهكذا. في المرحله الثالثه برضو كذلك. في المرحلة بقى المباشر ده اللي ما كنتش متوقعه بقى أبدا. لأن الواحد لما بيتاخد على سهوة كده زي ما بيقولوا بتبقى كل حاجة بالنسبة لك انت بتبقي مصدومة لسه مش متخيلة ايه اللي بيحصل. فأنا طلعت على الستيج وخلاص هنبتدي هنغني. فأنا الإيربيس كانت في ودني، فأول ما بدأنا فين بقى.
سمع المزيكا بشكل غريب، حاسه ان هي واصله لي يعني نص او مش فاهمه او انا مش عارفه ايه اللي جوه، بس يعني الصوت كان غريب بالنسبه لي ومش سامعه، سامعه الاصوات، صوتها بعيد، صوت الالات بعيده، في سمع صوت قانون بس القانون عمال يلعب يعني طالع نازل، فانا مش فاهمه انا فين. فابتديت اغني بس متوتره بقى جدا، مش عارفه انا بغني على ايه ولا انا هقول ايه، بس يلا خلاص بقى ابتديت اغني بقى. فطبعا ببص بقى لقيت في اللجنه تحت قاعدين طبعا وشوش يعني غريبه، بيبصوا لي بقى بشكل غريب وفي بقى حركات مش عاجباني. فابتديت اقول طب هو في ايه يعني، انا عماله بغني وبفكر في نفس الوقت، طب هو في ايه، طب هو يعني ايه اللي بيحصل، طب ايه. فابتديت في نص الاغنيه صوتي يتخنق وخلاص، حسيت ان انا لحظه مره واحده هوقف وهعيط وخلاص. كانت اغنيه خليك هنا بتاعت ورده، فاتخنقت فيها جدا وصوتي ابتدى يقلب عياط، وبعدين قلت لا خلاص الناس بتتفرج عليا مش هينفع هكمل الاخر وبعدين نشوف الدنيا ايه. فشديت نفسي شويه وكملت لحد اخر الاغنيه، وبعدين بعد كده بقيت واقفه عامله زي المصدومه يعني مش متخيله اصلا اللي حصل معايا، وواقفه عماله افكر طب ايه، طب هعمل ايه، طب هتكلم اقول لهم انا مش سامعه إيه كويس ولا ايه ولا في ايه ولا مش فاهمه اي حاجه غير ان انا عماله اسمع تعليقات كانت تزويق شويه من نانسي ومن حسن والكفوري، اتكلموا معايا الصراحه يعني كانوا بيحاولوا يزوقوا الموضوع لان هم يعني حاسوا شويه ان في مشكله بالنسبه لي، في مشكله حاصله معايا، بس طبعا احلام هي اللي على طول رمت السهم على طول. والله هي قالت انتي كنتي معانا في الكاستنج، انا ما شفتكيش بتغني وحش كده، وقرب قادر ما يستحملش وحشه. طبعا ما عرفتش ان انا ارد عليها ولا اتكلم، لان طبعا احنا متحجمين بعقود وحاجات وممنوعين ان احنا نتكلم على الهوا يعني ولا نقول اي عيب حصل او اي حاجه يعني. بس فنصيب في الاول وفي الاخر، وهرجع اقول الحمد لله يعني يمكن ربنا كاتب لي نصيبي في حاجه احسن. كان ردود افعال الناس بقى، في ناس يعني في ناس ما كانتش تعرفني ودخلت تدعمني عند في احلام، دايما بيبقى في حاجه بتتربي لك يعني بتتربى لكل حد كده فوبيا من حاجه، يمكن يعني حد يكون بيخاف من الادوار العاليه فتجيله فوبيا منها خلاص بخاف من الادوار العاليه. فده طبعا الاغنيه دي مرتبطه معايا بموقف يمكن أسوأ موقف حصل معايا في حياتي، ده فعلا انا بعتبره أسوأ حاجه ممكن اكون اتحطيت فيها في حياتي، لان ما بحبش حد يشكك في قدرات صوتي، ومش مثلا اصل بصي معنى ان حد يشكك في ان انت بتغني بره التون فبيشكك في ودنك، لان انت لازم تسمعي المزيكا صح عشان خاطر تغني. فانا طبعا انا بقول لهم حتى في الكواليس بقول لهم ده انا بغني من وانا عندي 7 سنين، مش معقول اكون انطرشت يعني او ودني مثلا مش سامعه حاجه صح، يعني مش معقول اكون انا بغني في حته وسامعه مثلا المزيكا ماشيه في حته تانية، لان عمر ما حصل معايا ده، فازاي وليه. وفي الكواليس طبعا كانت بالنسبه لي كانت سيئه جدا، كان يوم سيء عليا جدا، ويمكن اكتر حاجه اثرت فيها في حياتي هو الموقف ده، ولسه لحد دلوقتي بحاول اتخلص منه يعني. فانا بقول لهم مسرح قرب ايدر بالنسبه للمسرح بتاع القبه اللي انا كنت واقف عليه صغير جدا، 1000 شخص قاعدين والتاني مثلا كان بيبقى فيه بال7000 و8000 شخص، ففي ايه